رمضان يا رمضان 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 أهلا بك رمضان 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 يا رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يضاعف للمنفقين في رمضان وينعم بأفضل الثواب على أهل البر والإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أجود الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. ودنا يتكبرات يا برامات تكتتايوت يه إننا رمضان يتسيم برامات نو يه زاريو درساتن الإنفاق في رمضان برمضان وتي موطات ويدمو برمضان صدق أمادرك يميبالو أجرون ويدمو ثوابو من يهل إنهن النايلن بمسرتو أنسو عندي تنبر سيست ويدمو عند بر صدق أبيادرك يانقر من يهل أجرن دالو قرآنو ينقرنال. فقد قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أننا نبرتوش أحجون بالله عز وجل لما نقرست صدق إمي على قوي إمي كفلوت كمثل حبة عند أنديت فرينو على أنبتت سبع سنابل إتي أنبرا فري سبات كرنج أفيا اللات في كل سنبلة مئة حبة بي كرنج أفو يمتابك ويدم ومتاوت أو متو فرينو على والله يضاعف لمن يشاء قيتا الله عز وجل لفلق سو كزي بلت اتفدر بادرقو يستوال والله واسيون عليم. يا الله عز وجل ستوتا ودمو يا الله عز وجل رحمة السفينة عندهم اواكينا تاديا بمان نيوم كزي يمنا رقو صدقاء عندوان بسرات متو يمي بازال لنكهونا برمضان كذاب العيلي هوني چلال. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن أنت بع الله يا مناتشهوي أنفقوا مما رزقناكم كستناتشو كلقسناتشو ستو من قبل أن يأتي يوم عندك أن كما امتعت بفتيه كان يوم لا بيع فيه بزاك نست جيجينا شياج إما يتكم ولا خلة ولا شفاعة ولا جنة أما لاجئ ما يتكمكا والكافرون هم الظالمون أننا الله يكهدوا سووش أن سناتش وراساتش يبدلوت ويدمو ظالموش يمي بالوت مالتنا. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بعبد الله بن عباس بتورى حديث نبيات صلى الله عليه وسلم دق نبرو وكان أجود ما يكون في رمضان يهدق النتاتشو برمضان دمو يتأمرال حين يلقاه جبريل كجبريل قا سيقنانيو وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان تادا بيّل ليتو برمضان قزي كجبريل قا يقنانيو فيدارسه القرآن قرآن ياسكراتشو نبر. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير يا الله ملك تنياناتشو يبلت أيمي فتنوت من الريح المرسلة كتلاكت جوان فاسي بلتا يمي فتنوت الساتشونات جو خير بمسرات برمضان استمالتنو بتقامي فتنالو بتقامي شكداد دمالو بتقامي ترالو مالتنو برمضان خير نقر لمسرات. سلا انفاق سلا مستت سلا صدقاء سنسا المال ما يطلبه الإنسان ويخده له كنزب مالت يسولج السول لما قنيت الناس السول لما سبسب يمي ترنا يمي لفانا قرنو ومما تهواه النفوس ببزات لكمو نفسوش يمي من يوتنا يمي ودوتنا قرنو. قال الله عز وجل الله عز وجل سلا قنزب سلا دنيا سنكر وتحبون المال حبا جما قنزب بتقام تلك وديتها تودع اللاتشو بفكر تودع اللاتشو قنزب على فلا ينفقه إلا من قهر نفسه وتحرر من أغلالها لأن يعني النبرة سيسة صدق أسيارك راسون بدن بارغو قرطو إذا مراسون يزو عندهم يعني يتساسرون إجون عندما انفتحتو يعني قمدون بتعتصو يسة على مالتنو نفسيا أتست لست أتست إيالتو سلم التاسجرو. ورمضان شهر الخير والجود رمضان دقمو خيرو تمي سرابتنا
የደግነት ጊዜ ነው። ومن اراد قربا من ربه عز وجل ولا الله مقارب يفلق فعليه الانفاق في اعمال الخير والبر والاحسان بطرو نغير ياوطا لطرو نغير يكفل لتحقيق مرضات الله عز وجل يا الله نوديتا لياغني معناتنو خصوصا بتلي نبي صلى الله عليه وسلم حث النبي على الانفاق عموما واكد عليه في رمضان نبي ስጦታ ምን ያህል ሰደቃ ማድረግ አጅር እንዳለው ተናገሩና በሌላውም ጊዜ ማለት ነው በረመዳን ደግሞ የበለጠ አጠናከሩት ማለት አሉ። ምን ብለው በሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ من فطر صائما ان صومኛን ያስፈጠራሉ كان له مثل اجر غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا ጾመኛን ስናፈጥር በማስፈጠራችን የምናገኘው አጅር የጾመኛን ያህል ነው ወይ ደግሞ ጾመኛ የሚያገኘውን አጅር እናገኛለን። ታዲያ የጾመኛው አጅር ለኛ ተሰጠ ማለት ከሱ ይቀነሳል ማለት አይደለም። ከሱም ሳይቀነስ እሱ የጾመበትን አጅሩን ሙሉ አግኝቶ እኛም ደግሞ አጅሩን ከሱ እኩል እናገኛለን። ይሄ هذا من فضل الله عز وجل ጾመኛን ማስፈጠር ሲባል አንዳንድ ሰው የሚያስበው የግድ ሩዝ አብልቶ ማጥገብ ወይ ደግሞ እንጀራ አብልቶ ማጥገብ አይደለም። ለበን ብናጠጣው ቴምር ብንሰጥ አልሙሂም የምንችለውን ጾመኛ ሊያፈጥርበት ይችላል የሚለውን ነገር የቻለና የሰጠን እንደሆነ ይሄ ጾመኛን ማስፈጠር ነው። وقد اولى الاسلام اهتماما كبيرا للانفاق وجعل الثواب فيه عظيما ስጦታ የሚባል ወደሞ ሰደቃ የሚባለውን ነገር እስልምና በጣም ትልቅ ቦታ ሰጥቶታል። ለዚህም ነው በአንድ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ያሉት አንድ ሰው ሰደቃ ማድረግ ምን ያህል አጅር እንዳለው ሲጣሩ فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم አንድ ሰው ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና ጥያቄ ጠየቃቸው يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا كسطوتا كصدقا وسط بلاجو يتيناو نو بلو شي تيقاچو قال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام اندي قالوت انت صدق وانت صحيح شحيح صدقا ما درغو بلاج نو انت تينانيا اونه انديوم بتام قطقاطا بهونكبت كيزيال አንድ ሰው በህይወት ይያለ ሳይታመም ወይ ደግሞ እሞታል ብሎ የማይሰጋ ከሆነና በሰላም ካለ ሰደቃ ማድረጉ ይበልጣል። ምክንያቱም ሰው ተስፋ ቆረጠ በኋላ ሰደቃ የሚያደርግና በደስታ ይያለ በጥንካሬ ይያለ በወጣትነት ይያለ ሰደቃ ማድረጉ ይሄ ነው የሚበልጣው ማለት ነው። تخشى الفقر وتأمل الغنى ታዲያ በጥንነት ካለ አንተ ወደፊት አብታሙናለው ይሄንን ገዘብ ጨምሬበት እንደዚህ አረጋለሁ ብለህ ያሰብክ ደህነትን እየፈራህ የምትሰጠው ነው። ወላ ቱምሂል ቀጠሮ አትስጥ ይላል። ሰደቃ ለማድረግ ቀጠሮ አትስጥ حتى اذا بلغت الحلقوم نفسي علموت غرغرة እስከምትدرس درس ማለት ነው ወይ ደግሞ ነፍስህ መውጫ ላይ እስከምትدرس درس አትጠብቅ። ያኔ ታዲያ قلت لفلان كذا وكذا كاهم በኋላ ንብረት እንደማይጠቅም ካወክ ለየከሌ ይሄን ያሰጡልኝ ለየከሌ ይሄን ሃል ይدرسው ለየከሌ እንደዚህ ይደረግለት በትል ምን ጥቅም አለው? وقد كان لفلان يا انت ያልከው ነገር እኮ አንተ እንዳሰብከው ሳይሆን በውርስ ደረጃ አንተ ብታስበውም ባታስበውም ብትናገራውም ባትናገራው ሌላ ሰው ይወስደዋል ማለት ነው። በውርስ ደረጃም ይሁን ወይ ደሞ ያለ ሐቅም ይሁን ፋይዳ የለውም ማለት ነው። በሌላ ሐዲስ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يقول ابن ادم مالي مالي የሰው ልጅ ንብረቴ ገንዘቤ ይላል። ያንተ ንብረት ማለት እኮ አሉ በልተህ የጨረስከው ለብሰህ ያለቀ او انفقته فامضيته واذا مسته لله عز وجل سته صدقه ياركنا يا نجر اجره يتصافله انجي من الله ليلو نبرته يانت ايدلم معناته نو عند غزي النبي عليه الصلاه والسلام صحابوچ سيطيقوا ايكم مال ورثته احب اليكم كنا انت اسكي يا وراش نبرت يمود ما نال قالوا
قالوا ما نرضى يا رسول الله يا وراشاችን ገንዘብ ምን ያደርግልናል አለ ከዛ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናንተኮ የምትሰበስቡት የወራሽ ገንዘብ ነው አለ የእናንተ ንብረት ማለት በልታችሁ ጠጥታችሁ ወይ ደግሞ ለብሳችሁ ወይ ደግሞ ሰደቃ አርጋችሁ ያሳለፋችሁት ነው እንጂ ሁሉንም ለወራሾቻችሁ ጥላችሁ የምትሄዱት ነው አለ እንግዲህ ኢንፋቅ ለአላህ አዘ ወጀል ብሎ መስጠት በጣም ትልቅ አጅር አለው ነፍስያን በውስጡ ማሸነፍ አለ እንዲሁም الصدقه تطفئ غضب الرب ኢንፋቅ ማድረግ ሰደቃ ማድረግ የአላህን ቁጣ ይቀንሳል እንዲሁም ደግሞ ዳው መርዳኩም በልንፋቅ ኦ በصدቃ አንድ ሰው በሽተኛ ካለበት ያንን በሽተኛ ሰደቃ ቢያደርግ ያ በሽተኛ ሊድንለት ይችላል ስለዚህ ሁላችንም በረመዳን የምንችለውን ያህል بنادرك الله زندا تلك اجرنا تلك ثواب الله مكنياتهم برمضان كذي حسناتوچ يمسراو طرو نجر اطف درب سلام يهون هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذا يدرساتي مزي لا يابقال بميقتلوا درساتنا اسكمنكنا درس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته رمضان يا رمضان 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 أهلا بك رمضان رمضان